أكتو كونسو. يتساءل المواطن التونسي أزمة الحليب إلى أين؟ دونك باش نجاوب على السؤال هذايا معنا بالتليفون سي منور الصغيري مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. مرحبا سي منور، صباح النور على إكسبريس أف إم. صباح الخير، صباح الخير ليك ولكل المستمعين. يعيشك بارك الله فيك سي منور. يظل طوالت أزمة الحليب في المدة هذه معناتها بالمقارنة بالسنوات الفارتة. بالنسبة للأزمة الحليب على مستوى الإنتاج على مستوى المربين هي عندها مدة طويلة، ما هيش جديدة، معناها المدة المدة تقريبا هي من 2016 بدأت، ولكن معناها تفاقمت تقريبا منذ شهر سبتمبر 2020. والأزمة متواصلة عند الفلاح، معناها ما هيش جديدة بالنسبة للفلاح، الأزمة متواصلة وهذا تقريبا أحكينا فيه في عديد المناسبات. ونعرفوا لليوم معناها بالنسبة للفلاح كلفة الإنتاج كبيرة وكبيرة برشا، معناها تتجاوز الدينارين على مستوى إنتاج لتر واحد من الحليب بالنسبة للفلاح، في حين أنه سعر البيع ما يقبلش تماما وهو تقريبا في حدود الدينار و340، معناها هناك خسائر كبيرة يتكبدها المربون منذ مدة طويلة، وهذا تقريبا الناس الكل تعرفوا معاينته وتشوف فيه على سواء على مستوى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري او على مستوى الإدارة، الناس الكل تعرفوا انه الفلاح يعاني في أزمة كبيرة برشا وانعكاساتها يعني تقريبا الناس الكل تلاحظ فيها. سي منور، نفس الأسباب قاعدة نتاع الأزمة هذه هي بيدها تقريبا، اذا كان النجم نحوصلوها في ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الرئيسي الاولاني هو المردودية الاقتصادية لنشاط تربية الأبقار في تونس، اللي هو مرتبط أساسا نعرفه احنا تقريبا الناس الكل، وأنه كلفة الإنتاج تقريبا فيها 70% من 60 إلى 70% هي متأتية من الأعلاف. احنا في تونس نعانوا في عجز هيكلي كبير على مستوى مواردنا العلفية، زد على ذلك وأنه الأعلاف المركبة المكونات نتاعها الكل يتم توريدها من الخارج، والأسعار في العالم معناها هي أسعار بورسات عالمية ارتفعت أسعارها بمستويات كبيرة برشا، زد على ذلك وأنه حتى كلفة اللوجستيك يعني ما يسمى بالنقل وغيره زاد ارتفعت بدرجة كبيرة جدا، هذا إلى جانب وأنه معناها نحن نورد بالعملة الصعبة ونبيعه بالدينار التونسي، انهيار الدينار التونسي زاد أزم الوضعية، زد على ذلك أنه تقريبا 6 سنوات من الجفاف زاد كملت معناها على 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 ما بينا وكهوة هذا هو تقريبا الناس الكل لازم تعرفوا. في المقابل ما تمش اتخاذ اي اجراءات، رغم اللي نحن نادينا في عديد المناسبات في عديد معناها المقترحات، لا بل ممكن من اهم المقترحات اللي سمحني بالعكس احنا ناديو بدعم الاعلاف، لا بالعكس ولا زادوا الشعير معناها اوليو معناها باش الفلاح ياخذ القنطار ب50 دينار، زادوه 30 دينار اصبح ب80 دينار. معناتها كنا نحكيو بلغة الأرقام سي منور، معناتها المواطن التونسي وقت يسمع فما أزمة نتاع حليب ويسمع اللي فما ارتفاع في الأسعار سواء كانت في الخارج ولا في الداخل، كان نقيموا الأسعار هذيا، ما معنى ارتفاع الأسعار؟ معناتها هل هي على الأعلاف؟ الأعلاف قداش معناتها سواء في الأعلاف؟ الأسعار الأعلاف فاتت مستويات لم نشهدها في السابق، معناها مثلا الأعلاف اليوم نحكيه مثلا 2020 معناها قبل سبتمبر 2020 كان سعر العلف المركب تقريبا في حدود 1000 دينار الترناتا، توا تقريبا في حدود 1500، ما يخلط للفلاح كان 1600 معناها الكيلو او 1,600,000 الترناتا. اليوم كان نشوفوا اسعار القرط واللي تبن القرط تقريبا ضرب 3 مرات يعني تقريبا او اكثر حتى من 3 مرات، وصلنا حتى 4 مرات، كان في حدود 10 دينارات، اليوم تقريبا في حدود ال40 دينار، ما بين 35 و40 دينار. تبن اللي لم يتجاوز في السابق معناها 3 دينارات و500 4 دينارات، اليوم تقريبا في ما بين 17 و22 دينار، دونك اسعار خياليه على مستوى الاعلاف. دونك وزيد على ذلك وانه الانتاج ناقص في البلاد نتاع الموارد العلفيه كما ذكرت لك، لانه ثم سنوات جفاف، دونك هذه كلها عوامل اثرت سلبا على الوضعيه اللي احنا موجودين فيها. سي منور، هل الفلاح التونسي اصبح غير قادر على تربيه الابقار؟ صراحه حتى نكونوا صريحين مع بعضنا، معناها هذا هو اللي صاير، يعني اليوم كان ثبت مليح
الوضعية معناها وضعية سيئة وسيئة وصعبة جدا معناها. وراك علاش اليوم غير قادر سي منور الفلاح التونسي غير قادر انه على تربية الأبقار؟ هو كفنيا تبارك الله عليه هو متكون يعرف يربي البقر، لكن المشكلة هو انه اليوم كلفة الانتاج اصبحت صعبة جدا، ومعناها المتطلبات نتاع القطيع ما عادش في يزيد على ذلك، وانه حتى على مستوى الرعاية الصحية كيف كيف معناها الاسعار زادت. هذا الكل خلى وانه الفلاح اليوم خذا تقريبا توجهه في غياب حلول معناها جذرية لحل الأزمة، ثم بعد مثلا تخلصوا من القطيع نتاعهم معناها الناس كل تعدي اي ويشوف، والا ينجم يشوف مجالات اخرى او قطاعات اخرى في لحية انه بالطبيعة. لا هو ثم معناها عدة اتجاهات او توجهات ينجم يسلكها. شفنا انه ناس باعت وغادرت تماما معناها حتى منطقة الانتاج، واصبح لك يوثل لك عبء كبير على مستوى معناها وانه نزح من مناطق الانتاج ومشى الى المدن الكبرى، ولا عبء اقتصادي واجتماعي معناها في غياب حلول بالنسبة ليه. فما ناس اللي ولادها معناها هجرت تماما حتى خارج حدود الوطن، فما ناس معناها حتى كان غادي معناها يزمو يشوف حل جديد، وإذا كان باش يشوف حل جديد يلزمه برشا وقت. دونك هذه كلها عوامل الحقيقة اليوم أصبحت تؤرق الفلاحين والقطاع الفلاحي عموما. واضح. نختم معك لهنا سي منور الصغير مدير الانتاج الحيواني باتحاد تونسي للفلاح والصيد البحري. الاكيد التوانسه يتسائلوا متى تنتهي ازمه الحالي، فما عديد الفرضيات اللي تقول من المتوقع ان تكون اول عام الجاي، فما اللي يقول لا راهي ما زالت متواصله في غياب الحلول، فما دات فما تاريخ محدد لانتهاء الازمه هذه؟ نقولوا راهي الازمه هذه انتهت والحليب باش يكون متوفر في السوق. التاريخ يبدأ عندما تتدخل الدولة وبالتعاون مع المنظمات وأساس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجلسوا على الطاولة ويوجدوا الحلول الكفيلة بتشجيع المربين على مواصلة الانتاج وعلى مواصلة التربية، منها المردودية الاقتصادية، منها على مستوى حوكمة المنظومة. ما نجموش نواصلوا بهذه الطريقة أنه الحوكمة في يد الإدارة، اليوم ثم مجمع مهني مشترك للحوم الحمراء والألبان وهو اللي يلزم يحوكم المنظومة، وعلى مستوى رؤية وين ماشيين وين نحبوا نوصلوا بها المنظومة هذه اللي كونتها أجيال اللي على مدة تقريبا 40 سنة اليوم الحقيقة معناها وكأنه انفرطوا فيها بسهولة متناهية جدا على مرأى ومسمع الجميع. اليوم إذا كان الناس تعتقد وأنه المنظومة هذه معناها في غياب الحلول باش تواصل، بالعكس يعني احنا قاعدين مو تعرف انت فلاح باش نكونوه ويتكون كما يجب في 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 تربيه الابقار يلزم تقريبا في حدود ال 10 15 سنه. تصور انت بعد المده هذه الكل يلقى روحه معناها يلوج على خدمه جديده. دونك فوالا، دونك يلزمنا اليوم نوجدوا الحلول، يلزمنا نجلسوا على طاوله الحوار بين الاداره والمهنه والمهنه المشتركه ونلقاو حلول اللي تفيد فلاحتنا وتفيد بلادنا وتفيد معناها فلاحتنا. هذا هو تقريبا معناها اذا كان شنو معناها اذا كان معناها وحدها باش 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 تتحل الازمه، الازمه تتحل بالحلول. وفرت الانتاج او العوده الى الانتاج والنسق العادي، فما فرضيه تقول ما بين فيفري مارس. شو معناتها النسق العادي؟ شو معناتها؟ ما فهمتكش. معناتها لهنا نحكيو مثلا على الانتاج نتاع الابقار بالنسبه للحليب بعد الامطار الاخيره، يقول لك اذا تنجم تتوفر العلفه وغيره، يقول لك فما حتى هذه اللي حكيت عليه انت وما يقال وما يروج هو انه هناك فترتين، هناك فتره لذروه الانتاج وفتره لذروه الانتاج. شوف هو هاي ما نفعتناش الفتره نتاع ذروه الانتاج نتاع عمناوي، ولت عمناوي لانه فتره ذروه الانتاج هي في العاده تبدا من مارس اللي هي الربيع، مرتبطه بالربيع بالحشيش والخضار الى غير ذلك، مرتبطه بالربيع في العاده تكون من شهر مارس حتى لشهر اوت تقريبا ولا شهر جويليا، اللي يكون فيها في العاده الانتاج يزيد شويه نتاع الحليب، والفائض نتاع الانتاج هذاك يتم تخزينه للباش يتم استعماله في فترة نقص الانتاج اللي تراجع فيها الانتاج اللي هي تقريبا تبدا من شهر سبتمبر حتى لشهر فيفري. معناها حتى فترة ذروة الانتاج كنا نستغلوا فيها في هذا الاتجاه، انه الزايد نتاع الحليب يتم تخزينه يا اما حليب مخزن كما نعرفه ونستعملوا الريفولفينغ شاك فوا، معناها نجبدوا من القديم وندخلوا جديد، او نستعملوه في التجفيف. لكن اليوم معناها نحن توا في فترة نقص الانتاج، في السنوات القليلة الفارتة كان معناها نلقاو في المخزون في مؤخر العام
معناها نلقاو عندنا تقريبا من 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 30 الى 40 الى اكثر مليون لتر. اليوم هكا ظاهره معناها العمليه حتى فتره ذروه الانتاج ما نفعتناش برشا. صحيح صحيح، واضح يا سيدي، بارك الله فيك. سي منور السعيري مدير الانتاج الحيواني اتحاد تونسي للفلاحه والصيد البحري على كل هذه التفاصيل. رجعنا معكم شوي اخر باش نواصلوا في الشارع التونسي، نعطيكم موعد بالقانون عقوبه السب والقذف عن طريق الانترنت مع الاستاذ انيس الزين في حوار لزميلتنا ريم الانجليزي. تواصلكم الموعد الاخبار.